ضيف الساعة. ضيفتنا من توا حتكش الماضي ساعة رئيسة اتحاد القضاة الإداريين سيدة رفقة المباركي، أهلا وسهلا بك، مرحبا. شكرا لك، شكرا على استضافة. شكرا على حضورك. معناها كرئيسة اتحاد القضاة الإداريين باش نحكيو بالطبيعة على موضوع الساعة، موضوع المجلس الأعلى للقضاء. الموضوع ما بداش البارح ولا وقت البارح، الموضوع عنده مدة. داير قدامي بيان كنت خرجتوه وقت اللي رئيس الجمهورية صرح بدعوة وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. هذا اللي خلينا في وضعية اللي القرار هذا، وعلى الأقل مازال ما فماش قرار فعلي، ما فماش مرسوم، لكن على الأقل النية كانت موجودة من قبل، كانت تطبخ على نار هادية. هو صحيح، وإحنا توقعنا الشيء هذا، وعلى ذلك إحنا أنا أنتسيبي منذ شهور عند كي يبدأ السيد قيس سعيد يحرض في المواطنين على القضاة وينعطهم بأبشع النعوت ويشنطنهم وبيهم وعليهم، وبعد يقول لي والله ثم قضاة شرفاء أما ثم قضاة غير شرفاء. الإشكال أنه بإعلانه البارح عن حل عن نهاية المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الجمهورية أعلن عن نهاية الدولة، أعلن عن نهاية دولة المؤسسات، دولة القانون، استأثر بجميع السلطات بدي. وهذا المشكل أنه باش يكون عنده عواقب وخيمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي خاصة، وإحنا نعرف الوضع اللي تمر به، الصعوبات الاقتصادية اللي تمر به البلاد. بربي إذا كان أنت جمعت جميع السلطات بين يديك، شكون اليوم باش ينجم يسلفنا فلوس لنيغوسياسيون؟ بني منش خبيرة في الاقتصاد، ما هذا ما يخفيش على حتى حد. اليوم إحنا في وضعية اقتصادية صعبة، كمل عليها بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتهت السلطة القضائية، خذي السلطة القضائية، هو خذي السلطة التشريعية وقال اللي حل المجلس الأعلى هو مطلب شعبي. ما نعرفش كيفاش استنتج اللي هو مطلب شعبي. دايوغ مارينيش العباد مشيت تحتفل كما احتفلت بحل المجلس النواب، مشيت تحتفل في الشارع وقالت يعطي الصحة رئيس الجمهورية كي حل المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي حل الإشكال متاع القضاء. مش هذا الإشكال متاع القضاء، الإشكال متاع القضاء مش في المجلس الأعلى للقضاء، هذا جزء بسيط. الإشكال متاع القضاء أنه السلطة التنفيذية منذ سنوات ما حبتش تستثمر في القضاء، حبت القضاء يكون ديما تحت إمرتها وتحت السلطة متاعها. واليوم مش نرجعوا لقضاء ما بعد ما قبل الثورة، الدستور كان فيه برشا مكتسبات لينا الكل، الشعب التونسي الكل، إيكومبخي استقلالية السلطة القضائية. اليوم تم ضرب الاستقلالية متاع السلطة القضائية، قال شنو فما فساد وثم تأخير في القضايا، وتمت مغالطة الرأي العام بهذا الخصوص، خاطر راهو التأخير في القضايا ما يعودش للمجلس الأعلى للقضاء، راهي مسؤولية القضاة ومسؤولية رؤساء المحاكم، مش مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء. راهو المجلس مهمته الأساسية هي الإشراف على المسار المهني للقضاة، ترقية، تسمية، أو باش نفسر لك من أنت شنو المسار المهني للقاضي. المسار المهني للقاضي يبدأ من الانتداب متاعه حتى تكشي للتقاعد متاعه، مثلا تسمية القضاة الجدد، وبعد الترقية متاعهم، وإسناد الخطط الوظيفية، نقلتهم وإلحاقهم وإحالتهم على التقاعد. هذا هو راهي وظيفة المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى ما عنده حتى دخل راهو في حكاية الفصل في القضايا، هذه كما قلت مسؤولية القضاة أنفسهم. يعني ربط المجلس ووظائف المجلس بقضية الشهيدين على سبيل المثال يرتقي إلى درجة المغالطة. بالطبيعة يرتقي لدرجة المغالطة. ونزيدك حاجة أخرى، طيب هو رئيس الجمهورية عنده إشكال مع جزء من القضاء العدل، مع النيابة العمومية به. احنا ثم ثلاثة أقضية أبار القضاء العدلي، ثم القضاء الإداري والقضاء المالي. ما دخل القضاء الإداري والقضاء المالي في هذا الكل، في التأخير اللي يحكي عليه في بعض القضايا المعينة؟ ما عنده حتى دخل، ومشينا الكلنا في الساقين. معناتها تو المسارات متاع الزملاء باش تتعطل إلى حين ما عارف شنو باش يجي يصير فيه المرسوم الجديد، كيف سيتم تعيين الأعضاء الجدد، هل سيشرف عليه هو؟ والأغلب أنه هو باش يشرف عليه المجلس الجديد، وهذا ما عمره ما صار. نحن مثلا القضاء رجعنا لنقطة الصفر، كان يصير هكذا، كان رئيس الحكومة هو على الورق يعني في القانون هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لكن ما عمره لا ترأس قبل 2011 قبل 2011 ما عمره ما ترأس المجلس، ما عمره ما ترأس المجلس.
توا باش نرجعوا الى مش ما قبل ما اتعس ما قبل الثوره يعني. وفي باله يعني صار رئيس الجمهوريه قام باصلاح، هذا ليس اصلاح، هذا هدم لمؤسسات الدوله. به رئيسة اتحاد القضاة الإداريين قريت قبليك تفاجئ القضاة من تصريح رئيس الجمهورية بدعوة وزير العدل إلى إعداد مشروع قانون المجلس للقضاء، هذا كان في 29 أكتوبر. الأمور من بعد بدأت تمشي كما كنت تحكي في تصريح تلميح شيطنة، دونك ترى كونه الشيء كان محضر، كان فما تدرج في الوصول لما وصلنا له في الويكاند هذايا، وصولا إلى البارح اللي تم الإعلان بصفة قطعية على حل المجلس. ما عادش نحكيه على لا إعادة تركيبة لا مراجعة، ولينا نحكيه على حل المجلس الأعلى للقضاء. أنا يظهر لي نشك أنه رئيس الجمهورية عنده استراتيجية واضحة بخصوص القضاء. قبل قال من المرة الأولى دعا وزيرة العدل إلى إعداد مرسوم، مفهمني شنو يقصد، شو يقصد مجرد تنقيحات أو يقصد أنه باش يحل المجلس ويعمل مرسوم جديد؟ لذلك طلبنا أنه بتفسير، قال راهو بالمرسوم هذا مانيش باش نحل المجلس الأعلى، فقط تنقيحات وسيتم إشراك جميع القضاة في المسار هذا. قلنا والله احنا مانيش ضد الاصلاح، وكوبا فما شويه نقاص على مستوى القانون نجمو ندركوها، واحنا مستعدين ان نشاركوا. وطلبنا حتى من وزيره العدل في المنابر الاعلاميه، نقصد يعني انها تدعونا الهيكل احنا القضائيه باش نتفقوا على شنو التنقيحات اللي نجمو نعملوها على قانون المجلس الاعلى للقضاء. دونك هنا نحكيوا على سلطه تنفيذيه مع القضاة باش يقعدوا مع بعضهم وباش يعاودوا كتابه قانون اللي اثر مهنه القضاء. وهذا الامر جرى عليه العمل، خاطر نحن من 2011 يتم التشاور معنا في كل شيء، يعني بخصوص باب السلطه القضائيه في الدستور، وبعد بخصوص القانون هذا نتاع المجلس الاعلى راهو كان بفضل التشاركية متاع القضاة، وسمعونا وفي مجلس النواب. يعني هذا شنو جرى عليه العمل، مش حاجة جديدة. وبعد يقول انتم القضاة غير منكمش مشارعين، صحيح ما نش مشارعين، اما نحن زيدا هذا الامر يهمنا السلطة القضائية متاعنا، واحنا عنا قوة اقتراح، ونعرفوا زيدا شنو ثم هينات والنقائص الموجودة في السلطة القضائية، ونجموا نتركوها، وعنا خطة شاملة للإصلاح، عكسه هو اللي ما يعرفش شنو قاعد يصير بالضبط في القضاء، واللي قاعد يتهم في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالخيانة وما يعرفش شنو، وهو لا يعرف شنو قاعد صاير بالضبط في القضاء. بالله شنو هو اللي ما يعرفوش رئيس الجمهورية واللي صاير في القضاء؟ هت نفركوا الرومانة بالله سامحوني. اللي ما يعرفوش رئيس الجمهورية، كي تقول لي ثم تأخير في الفصل في القضايا، نقول لك راهو التأخير هذا في نسبة كبيرة منه ماهوش تأخير متعمد. راهو التأخير هذا راجع لظروف العمل متاع القاضي اللي ما يلقاش حتى ساعات كرسي باش يقعد عليه، مش بيرو كرسي باش يقعد عليه، ولا ستيلو باش يكتب عليه. طب نحكي بستيلو، ما ثماش اغدينا نحكيو على رقمنا توا نتاع القضاء، وين احنا وين الرقم؟ احنا بعاد على الشيء هذا. المغرب ودول اخرى يعني مجاوره فاتتنا برشا في المجال هذا، واحنا مازلنا ما نلقاوش حتى اورديناتور باش نكتبوا عليه ونرقدوا عليه الاحكام نتاعنا، وهو يحكي على الفصل في القضايا. معنيش ستاف سوفيزون باش نخدموا به احنا القضاة الكل، نحكي مش قضاء العدل مش الاداريين، حتى الاداري الاداري معنيش ستاف عدد كافي من القضاة، ستوك كبير ما عادش تنجم تجاريه مقابل ظروف عمل متدهوره. هذاك علاش عندنا تاخير في فصل في القضايا. كمعدل القاضي قداش يبت من في قداش من ملف يبت سنويا؟ سنويا انت والتطور عندك ابتدائي، نحكي على القضاء الاداري ابتدائي واستئناف وتعقيب، يعني حوالي 70-80 ملف، الوغ كو هو القاضي الابتدائي خاصة يجري في 400-500 ملف. يعني كي نقول جاري مش معناتها يخدم في حكم ولا ختم تحقيق، لا، ثم اعمال التحقيق من مراسلات. ملف مفتوح بالنسبة لي هو قاعد يخدم على في ملف، فيه اختبارات، فيها يعني شتى 500 في حين من المفروض يكون ما يفوتش ال 70 حتى 24 على 24 ساعة ما يخرجش باش يكمل معناتها أكثر شوية من دوسي في النهار. لا دوسي ونص
اي 365 يوم كان يخدم بالسبت وبالاحد وصباح وليل وما يخلطش باش يكمل ستوك نتاعو. دونك قلت لي 70 هو المعدل من المفروض تقريبا حسب التقريب. دونك كي نحكي ونقارنوا 70 ب 500 يظهر لي قداش اكثر من ست مرات يمكن اكثر من سبعة مرات. لا موين نتاع الفصل في قضيه ابتدائيه 5-6 سنوات. هذا ما يعرفوش رئيس الجمهوريه، ما تعرفوش السلطه التنفيذيه وزيره العدل، ما تعرفش الشيء هذا؟ اكيد هم يعرفوا، لكن حطوا يعني تمت مغالطه الراي العام بالنسبه لي، وحطوا الحق الكل على المجلس الاعلى للقضاء، واللي قلت لك اللي هو ما عنده حتى دخل المجلس الاعلى للقضاء. شنو ذنبه في هذا؟ شنو على شنو يمكن ان نسائل المجلس الاعلى للقضاء مثلا في خدمه القضاة اكثر من طاقتهم؟ معناها كي تقول لي القاضي يخدم سبع مرات قد اللي من المفروض يخدمه، المجلس الاعلى للقضاء شنو مسؤوليته؟ بون هو صحيح المجلس الاعلى ما قامش بدوره كما يجب، ديجا هو 5 سنين يخدم، وهذا قلناه رانا ونستعرفوا به، 5 سنين المجلس الاعلى ما عملش حتى نظام داخلي خاص به، هذه حاجه. ثاني حاجه، المجلس الاعلى نورمالمون مسؤول على حسن سير القضاء، يعني يقترح، عنده مهام استشاريه امبورطون نجم نقولوا، يقترح الاصلاحات الضروريه لي يعني للسلطه القضائيه. وهذا معمولنا مارينا المجلس الاعلى اقترح حاجه طيلة 5 سنوات، الهيكل القضائيه يمكن هي اللي قاعده تخدم اكثر من المجلس على 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 يعني الفولي هذا نتاع الاصلاحات، في حين انه اقتصر فقط الدور نتاع المجلس الاعلى في الدور الكلاسيكي اللي هو الاشراف على المسار المهني للقضاة. وثم اشكال اخر كان هو بخصوص التركيبه هذه المختلطه اللي تجمع المجالس القضائيه 3 في الجلسه العامه، واللي هي تجربه ما كانتش ناجحه، واحنا على ذلك دعينا للاصلاح، اما ما دعيناش للهدم، نخدموا على الموجود ونبنيوا عليه، مش نفسخوا ونعاودوا من الجديد. في الاخر يقعد المجلس الاعلى راه مكسب لينا ومكسب للشعب التونسي استقلال السلطه القضائيه، خاصه ثمره نضالات نتاع سنوات طويله فوالا من 2011 واحنا ناضوا واحنا نخدموا على باب السلطه القضائيه في الدستور، واحنا نظرنا كذلك على مساله تنفيذ الاحكام خاصه الاحكام المحكمه الاداريه اللي المعضله الكبيره لهنا، ومشيتش معنا السلطه التنفيذيه، حبينا نحطوا باب في السلطه يعني في الدستور يهم تنفيذ الاحكام ويجرم الرئيس الاداره في صوره انه ما يقومش بتنفيذ الحكم، وهذا بالطبيعه ما تمش. باش نواصلوا النقاش في موضوعنا، باش نمشيو كذلك للتعامل مع ما قد يمكن اعتباره امر واقع، لانه اليوم التصريح صار في انتظار كونه يخرج المرسوم بصفه رسميه، لكن اليوم نحكيه على مجلس اعلى القضاء في وضع معناها حل. تنرجع للتفصيل هذايا مع سيدة رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين. قبل هذايا عناوين الأخبار اللي باش نسمعوها بعد ساعة مع فدوى تركي. هلا وسهلا بك فدوى. مرحبا وليد. أبرز عناوين الأخبار، سفراء مجموعة الدول السبع وكذلك الاتحاد الأوروبي أعربوا في بلاغ مشترك عن قلقهم البالغ إزاء ما أعلن عليه رئيس الجمهورية من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء. عياض اللومي اليوم خلال حضوره في برنامج إكسبريسو يدعو إلى ضرورة محاسبة المسؤولين في الحكومات السابقة عن مآل القروض اللي تم الحصول عليها. ودوليا فرنسا تسجل عجز تجاري قياسي بلغ 84.7 مليار أورو هذا عام 2021. شكرا لك فدوى التركي. نواصلوا مع ضيفة الساعة السيدة رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين. ضيف الساعة. في البداية كان معناها ما يمكن استنتاجه من تصريح رئيس الجمهورية خاصة في الويكاند نهار السبت، هكا مروان سبت في الليل كان نهار سبت في الليل في وزارة الداخلية، فما شكون مشى في مثلا إمكانية إعادة التركيبة، إعادة معناها طريقة اختيار التركيبة بتاع المجلس الأعلى للقضاء. هذا من بعد تم تبديده بتصريح واضح، واللي هو رئيس الجمهورية البارح وقت اللي يحكي مع رئيس الحكومة يحكي على حل تام للمجلس الأعلى للقضاء. بما أنه اليوم التصريح هذا موجود يمكن اعتباره أمر واقع، صحيح ما فماش مرسوم لكن فما تصريح من رئيس الجمهورية في هذا الإطار، دونك اليوم حل المجلس الأعلى للقضاء هو واقع، كيفاش باش تتعاملوا معه؟ ساعة والحاجة لم يصدر مرسوم بعد بالفعل؟ وإحنا نوجه الدعوة
لرئيس الجمهورية أنه يتراجع على التصريحات اللي قام بها قبل فوات الأوان. راهو نحن ماشيين في ثنية ما نش عارفين كيف باش نرجعوا فيها. هذا رجاء يعني أن نحن نحاذر رئيس الجمهورية، راهو الجمع بين جميع السلطات وخاصة الاستحواذ على السلطة القضائية. وقال البارح رئيس الحكومة راني ما عنديش نية باش نمس السلطة القضائية، ملا اللي عملته شنو يسمى معناتها، شنو أكثر من هكا. هذا مساس فادح بالمقاومات السلطة. يقول لك مانيش باش نتدخل في القضاء، قال برشا كلام، قال قبل مانيش باش نحل مجلس الأعلى القضاء وحلو، قال مانيش باش نتدخل، وقاعد يدخل بطريقة غير مباشرة، وتوا باش يدخل بطريقة مباشرة. دونك بالنسبة لينا المرسوم لم يصدر بعد، فما زالت فما فرصة لتدارك أنا أقول هذا الخطأ الجسيم وللتراجع عن هذا ما نقولش القرار عن هذه التصريحات. في صورة ما إذا تم إصدار مرسوم، احنا باش نخوضوا كافة الأشكال النضالية للوقوف ضد هذا التدخل السافر في السلطة القضائية. ما زلنا ما نعرفوش شنو هي أشكال النضال، وبالطبيعة ما نجموش نعلنوا عليها توا. نشوفوا مع جميع القضاة، نعملوا جلسات عامة ونشوفوا شنو نجموا نعملوا. دونك نكسكلو با نقولوا إمكانية الإضراب المطول والذهاب في احتجاجات من نوع ذي، في حركات احتجاجية هكا. شوف انا توا ما نجمش نقول لك ماشيين اضراب غير اضراب، لازمنا ندرسوا كل خطوه. معناتها سي اون اوبسيون بوسيبل، معناتها احدى هو ديما الاضراب. نحن بالنسبه لنا العمل النقاب بالاضراب يبقى ديما اخر حل، يعني نشوف التدرج في التحركات اي باغ لا سويت اون فيغا شنو نجمو نعمل. فما طرح مدام رفقه السيد الرئيسه يقول انه في اخر الامر المجلس الأعلى للقضاء قاعد يدفع في ثمن الرأي اللي أبداه فيما يخص مرسوم الصلح الجزائي، واللي هو إحدى ممكن المسائل أو البرامج اللي يحكي عليهم الرئيس الجمهورية مطولا وفي عديد المناسبات. تعرف أنه المجلس الأعلى للقضاء كان عطى رأي سلبي إجمالا فيما يخص هذا المشروع. نجم حسب رأيك يكون قرار الحل هذا مرده الوحيد هو الرأي هذا؟ بو مرده الوحيد ما نتصورش، يعني هي نتيجة تراكمات، يعني الشيطنة اللي حصلت للقضاة عندها كما قلت أشهر، يعني ما هيش حاجة جديدة. أنا نتصور الإشكال هو في بعض الملفات الموجودة في القضاء العدلي اللي وهو يحبها تتحرك، على كو هو عنده وزيرة العدل رأس النيابة العمومية وتحتها تفقدية، يعني عنده آليات أخرى. وكان فما قضاة فاسدين عنده آليات باش يشوف أنه المرتشي وغير المرتشي. يا خويا تشوف كل قاضي شنو عنده أملاك، هو القرين متاعه والأصول والفروع، وشوف وبعد احسن شكون قاضي فاسد وشكون قاضي غير فاسد. هما القضاة في بالي مشمولين بنظام التصريح على الأملاك، فوالا هو ديجا مشمولين بنظام التصريح، واحنا مصرحين قدام هيئة مكافحة الفساد. ينجم يرجع للواحد وينجم يعمل جرد للأملاك الفعلية اللي موجودة عند القضاة، وقتها يعرف شكون قاضي فاسد وشكون قاضي نزيه. وهل صحيح أنه الكلام اللي يقولوا فيه بعض السياسيين وأنه احدى المشاكل الاساسيه او ما سكون بو روبروشي مع المجلس الاعلى للقضاء هو في حقيقه الامر التفقديه نتاع وزاره العدل التي لم تحل الملفات معناتها بكل بالسهوله هذه، مع التفقديه وزاره العدل لم تحل ملفات قضاه فاسدين او غيرهم الى المجلس الاعلى للقضاء باش ينجم ياخذ فيهم قرارات. هقول تفقديه وزاره العدل هو حط هذا صحيح. ما لا انا راني ما نجمش نحكي على حاجه ما عنديش علم بها، انا قاضيه اداريه وامور تهم القضاء العدلي ما عنديش علاقه كبيره بها. سوف كو نقول لك هو عنده وزيره العدل هي اللي تشرف على التفقدي، كي هو ثم اشكال في الاحاله نتاع الملفات وين وزيره العدل؟ هذا شنو نجم نقول لك؟ موقف عميد المحامين كيفاش تحكم عليه سيد إبراهيم بودربيلة اللي إلى حد اليوم صباح في تصريحات إذاعية يعتبر كونه المجلس الأعلى للقضاء لم يكن في المستوى المطلوب في عدة قضايا من ضمنها مثلا
قضية وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب طيب راشد يعتبر كونه لم يتدخل في الوقت المطلوب، كذلك يعتبر كونه المجلس الأعلى للقضاء لم يتدخل خلال إضراب المحاكم لمدة 7 أسابيع، شيء اللي أعطى صورة سيئة على القضاء، وغيرها من التصريحات في اتجاه كونه ما أقدم عليه الرئيس يمكن اعتباره معناها فيه نوع من الشرعية. شوف، مع احترامي لموقف ولعميد المحامين، أنا نقول العميد يغرد خارج السلب، وهذا موقف العميد مش موقف جميع المحامين وخاصة المحامين الموجودين في المجلس. راهو اللي قالوا عميد المحامين ماهوش غلط بالنسبة للأداء متاع المجلس الأعلى، ما نجموش نقوله غلط، ما الموقف هذا ليس موقف جميع المحامين خاصة اللي موجودين في المجلس. معناها كيف يقول اللي المجلس الأعلى القضاء ما كانش قاعد قائم بدوره، اللي هو ماهوش غلط في الإطار هذا، هل يمكن اعتبار هذا تبرير لحل المجلس؟ ما يعتبرش تبرير، خاطر حل المجلس ماهوش هو الحل، والمجلس الأعلى هو جزء بسيط من الإشكال. أخويا تحب تصلح القضاء، أعطينا موارد مالية باش نصلحوا القضاء قبل كل شيء، خاطر بلاش فلوس ما تنجمش تعمل حتى شيء. باهي، خطوة كيما هذه ما يمكنش تكون خطوة في طريق الإصلاح بأي شكل من الأشكال؟ هذا هدم، راهو هذا ماهوش إصلاح، هذا أنا نعتبره هدم تام لمؤسسات الدولة. كنا نجمو نخدموا بالموجود ونصلحوه، ونحن ما تنسيوش رانا في حالة الاستثناء، راهو في حالة الاستثناء ما نجموش نقوموا بإصلاحات كبرى، احنا مرحلة تسمى نجم انا نسميها مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية هذه جوز تحضير للانتخابات التشريعية الجاية، ما تنجمش يعني تلغي كل شيء تفسخ وتعود من الأول جديد. اوكي، قلنا مع بعض الإصلاحات مثالش، ما احنا موقفنا اتحاد القضاة الإداريين، قلنا ميسيلش مع بعض الإصلاحات، لسه مش إصلاحات هكا تهدم مؤسسة كاملة وما نعرفوش حتى شنو البديل وشنو باش يتم. هو قانون مجلس الأعلى القضاء قعدنا نخدمه فيه عامين ولا ثلاثة، معناتها هو مرسوم هذا باش يصدر مؤقت، اي هم بعد القانون الجاي متاع المجلس الأعلى وقتاش باش يصدر وكيفاش باش يصدر واسكو باش يتم التحاور معنا ولا كيف سيتم يعني إصداره بصفة أحادية، هذا الكل ما نعرفوش. نحن توا وني دون الفلو توتال، مانيش عارفين نحن وين ماشيين. باه، البارح في نفس مكانك كان السيد القاضي الشرابي، كان ضيف اصدقائنا في كلوب اكسبريس، اعتبر كونه المجلس الاعلى للقضاء كان يحكم بمحابات، كان يعين ويحكم في النقل بولاءات معناها يا اما حزبيه يا اما اخرى، وبالتالي في صورة حله وكون الرئيس هو اللي يصبح يقوم بالدور متاعه في كل الحالات، يقول لك المجلس الأعلى القضاء كان بين ظفرين فاسد معناه. شوف، القاضي علي الشرابي أول حاجة محبش نعلق برشا، الزميل لا يمثل إلا نفسه فقط، لكنه قاضي. لا، ما نجمش نعلق، شو ديزولي، ما نحبش نعلق. معناها في تقديرك لا يمثل موقف متاعه، لا يمثل القضاة، هو موقفه شخصي وحر فيه. موقف شخصي، موقف شخصي. فما ملام السيدة الرئيسة يتعمل على القضاة بصفة عامة، ولو صعيب برشا باش نحطوا القضاة لكل فرد شكارة، لكن نسالش نجرب المغامرة. الملام هذايا هو انه القضاة عن طريق هياكلهم النقابية والرسمية إلى آخره ما ردوش الفعل بالقوة وبالحرص اللازم على التصريحات متاع رئيس الجمهورية من قبل. يعني فما شكون يقول أنه القضاة في آخر الأمر وصلوا رواحهم بين ظفرين للوضعية اللي نحن موجودين فيها، لأنهم ما تحركوش بالقوة اللازمة وقت اللي صار التحريض، وقت اللي صار الاتهامات بالفساد، وقت اللي تم سحب الامتيازات مثلا اللي برشا يعتبروها كلمسة أولى، ما بشوفوا شنو الجو العام باش من بعد نتعداو لحل المجلس الأعلى القضاء، وهذا اللي صار. فمن برشا عباد يقولوا أنه القضاة حقهم استبقوا الخطر من قبل
وعبروا على الغضب متاعهم بأكثر قوة كما صار في محطات سابقة. بيه. أنت شنو معناتها تقترح شنية التحركات اللي كن نجمو نحن نعملوها ما عملناهيش؟ احنا خرجنا التحركات اللي أفضلت على سبيل المثال على اتفاق مالي مع حكومة المشيش. إذاك مشينا في إضراب، مشينا في الأقصى هي. أقصى التحركات هناك أقصى من اللي وصلوا هنا احنا حاسينا بالخطر أمام, أمام أمام خطر داهم حقيقي. هو المشكلة نحن حسينا غير مو بالخطر، وإذاك علاش رانا يعني الماجوريتي نتاع الهيكل القضائية لكن تخرج في بيانات. لا كلهم خرجوا بيانات وكلهم عملوا كنا سباقين في أي حاجة تصير نخرجوا بيانات. لكن ما كانش اللي يتقالوا أنه ما كانش يعني بالقوة اللازمة باش ما نوصلوش لحل المجلس على القضاء. أنا رأى اللي احنا قمنا بواجبنا كما يجب، قمنا بالواجب نتاعنا وحضرنا برشا مرات واستبقنا الحكاية هذية، وهو أشك فوا يعني يقول تطمينات راني مانيش باش نمس بالسلطة القضائية، مانيش باش نمس بالمجلس على القضاء، وصار العكس تماما. توا الخطوة الجاية إن شاء الله احنا يكون تحركاتنا قوية وبش نسق إن شاء الله الكل مع بعضنا الهيكل الكل في اتجاه إنه عن يكون عنا موقف موحد وتحركات يعني منسقة بين الكل. مسارش اتصال سامحني وليد، مسارش اتصالات مع وزيرة العدل اللي هي قاضية على باز، مسارش ما فماش كلام مع على الصعيد الرسمي بين هياكل وزارة العدل واتحاد القضاة الإداريين مثلا، او حتى على مستوى غير رسمي ما فماش تفسير على الاقل الخطوات هذيا نتاع رئيس الجمهورية. كما احنا في قطيعة تامة مع رئيس الجمهورية، احنا في قطيعة تامة مع وزيرة العدل، ساشون كو احنا رانا مانيش تابعين وزارة العدل، احنا تابعين رئيس الحكومة. دونك احنا في قطيعة تامة مع الحكومة الكل. صحي هذا في تقديرك؟ صحي هذا؟ طبعا غير صحي. مش شنو شكون متسبب فيه؟ متسبب فيه صاحب السلطة التنفيذية. ما حاولتوش ما بادرتوش؟ طلبتوا الحوارات؟ ما طلبتوا تحكيوا مع احنا اول حاجة ثم اربع هيكل من العودة القضائية من سبتمبر، عملنا مراسلة مشتركة طلبنا فيها باش نقابلوا رئيس الجمهورية باش نعطيو مقترحات نتاعنا في خصوص الإصلاح السلطة القضائية ونتحاوروا. دونك ما جينا حتى رد. طالبنا في المنابر الإعلامية برشا مرات كيف انه يتم التشاور معنا كسوا مع رئيس الجمهورية ولا مع وزيرة العدل، ما لقينا حتى يعني صدى. دونك ما فهمناش علاش يعني جوست يعني رئيس الجمهورية عايد فقط المؤسسة الدستورية اللي تمثلني هي المجلس الأعلى للقضاء، وفي تغييب تماما للهياكل القضائية اللي قلت كان دورها فعال طيلة العشرية هذية واللي ناضلت من أجل استقلال السلطة القضائية، لقينا رواحنا يعني غير معترف بنا. مدام رفقة مباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، ما تخافوش كقضاة، هنا نحكي كقضاة بمختلف الأصناف متاعكم، ليتم استثمار القضية سياسيا ونفسر شنو معناه. اليوم ما يخفيكش اللي قيس سعيد عنده معارضين اللي قاعدين يمشي ويتزايدوا. اليوم هالمعارضين هذوما أكيد باش يحاولوا يستثمروا القضية هذه لضرب قيس سعيد، هنا ما تنجموش تكونوا كينكم الأداة اللي يحاولوا يضربوا بها الرئيس. شوف احنا نخدم راو بعيد على التجاذبات السياسية هذية، وحتى كيفما حتى حزب ولا جو سي با يعني يقولك نساند القضاء، اوكي ساند على روحك، اما انا ما نحطش يدي في يد الاحزاب. احنا طول عمرنا خاصة الهيكل القضائية رانا بعيد على التجاذبات هذية، معناش علاقات بالاحزاب السياسية، ونخدموا على رواحنا ونناضلوا وحدنا على استقلالية السلطة القضائية. اللي حاب يجي معنا مرحبا، من احزاب وجمعيات ومنظمات مرحبا. لكن فما برشا اللي قاعدين يتعاطفوا مع القضاة ومع موضوع المجلس الاعلى للقضاء، واللي هما يمكن وقت اللي كانوا في السلطة كانوا من اسباب ما وصلوا القضاء في المرحلة اللي احنا فيها. شوف من اسباب مش من اسباب ما بشكل من الاشكال كانوا من المساهمين. انا نحبش متصورش اللي القضاء معناها في الفترة متاع العشرية الماضية كان معناها الامور فيه وردية للدرجة هذه معناها.
هو شوف، احنا كي ناقشنا خلال المجلس على القضاء لقينا تصدي شوية يعني من قبل السلطة التشريعية وقتها، لأنه حبينا تكون عنا مكاسب أكثر من هكا في القانون متاع المجلس الأعلى، وكما قلت زادة في الدستور. حسينا كيما شنو مثلا مكاسب؟ كيما شنو مكاسب؟ مثلا ثم شكون طالب أنه المجلس الأعلى يكون عنده أوتونومي فينانسيغ أكثر، يعني هو اللي عنده استقلاليته المالية، مثلا هو اللي عنده لي سالير نتاع لي جوج، وهو اللي عنده زاد الميزانية نتاع، معناها يولي يجي قدام مجلس نواب يطالب ميزانية، ياخو هو ميزانية هو يتصرف فيها من بعد، هو اللي يدفع، هو اللي يتصرف فيها من بعد. هذه حاجة. كذلك كما قلت طالبنا انه في خصوص التركيبه زاده، انه تكون ما حبيناش من الاول ثم هياكل ما حبتش تمشي في التركيبه المختلطه هذايا، فهمت لي، فيها المحامين وعضو المنافسين اكسترا، حبينا نقعدوا قضات كهو، قضات كهو صف كره، مش معناتها اقصاء راهو للبقيه يعني المهن، لكن حبينا انه ما ينظروش في مسارنا المهني، خاطر احنا رانا ما ندخلوش في المسارات المهنيه للمحامين مثلا والعضو المنافسين، صف كره في الجلسه العامه مرحبا بهم وموجودين، وهما يقترحوا الاصلاحات وينظروا في المشاريع متعلقه. دونك شنو يكون دورهم؟ شرفي تقريبا، دور استشاري، شرفي، دور استشاري، لكن ما يقرروش، معناها تقول انت من غير المعقول كونه عدل منفذ والا محامي والا اي مهنه اخرى غير القاضي يتحكم بشكل من الاشكال في مصير قاضي، خاصه في التاديب. معناتها انت محامي ضرت في ملف تاديبي نتاع قاضي، وبعد تجي نهار تترفع معاه قدامه، ما دونك هذا امر غير معقول. دونك ما لقيناش برشا توجه من السلطه التنفيذيه بخصوص هذه بعض النقاط، وكان هو خوفهم ونكون الاكسكوز نتاعهم انه يقولوا لنا تحبوا تتغولوا انتوما كسلطه قضائيه، لا ما نخليكمش تتغولوا انتوما، لازم يكون ثم رقابه بين السلطات. ما نجمش سيد الرئيس ما نغتنمش الفرصه وما نسالكش على المحكمه الاداريه، شنو تعمل تو؟ شنو قاعده تعمل بعد 117 اللي نحى امكانيه الطعون الكل في قرارات رئيس الجمهوريه؟ المحكمه الاداريه ولات كاني مجمده حتى هيك. لا، المحكمه الاداريه قاعده تخدم على روحها كالمعتاد، يعني ما فما حتى اشكال. فما القضايا مازالت جاريه، صحيح ما تمش البت في الطعن الموجه للمرسوم عدد 117، انتظار يعني تو، خاطر احنا ولينا نتجاوزوا الاجل نتاع الشهر نتاع توقف التنفيذ، هانا نستناو يعني في بعض القرارات، والمحكمه تخدم كالعاده وحتى شيء ما تبدل افيك لي موان دو بور. نقول اللي عندنا به الامور في ال 24 ساعه الاخيره تسارعت دوليا، جاء رد من الخارجيه الامريكيه، جاء رد من سفراء مجموعه السبعه المتواجدين في تونس بالقلق البالغ ازاء ما قام به رئيس الجمهوريه. اولا شنو تعليقكم عليه انتم معناها كرئيسه القضاة الاداريين؟ شنو التعليق على هالردود الافعال الدوليه اللي يمكن اعتبارها شديده اللهجه؟ معناها احنا في البيان بتاعنا دايوخ البارح حذرنا من تداعيات استئثار رئيس الجمهوريه بالسلطه القضائيه، وكي نقصدوا تداعيات نقصدوا على الصعيد الدولي، ما نجموش اليوم احنا كقضاة نقولوا ليش مدخلنا في الامور الاقتصاديه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه، توا احنا كلنا مواطنين، كلنا عندنا هدف واحد هو انقاذ الدوله التونسيه. اللي عمله قيس سعيد هو ضرب للدوله كامله. اليوم احنا في عزله على الصعيد الدولي، وكما قلت بكري حتى حد اليوم ما هو نجم شي سلفك فلوس، واحنا في وضعيه اقتصاديه صعيبه. سمعت اللي لينغوسياسيون رجعت مع الفيمي افيك معناتها مع شروط مجحفة، صحيح، مي توا نشك انه باش نكملوا لي نيغوسياسيون هذيا بعد اللي صار نهارين هذوما. تتوقع كونه ينجموا يمشيوا في خطوات تصعيديه اكثر من اللي جاء في البيانات اللي خرجوا في ال 24 ساعه الاخيره؟ نحكي هنا على القوى الدول النافذه، الدول اللي عندها قيمه، الولايات المتحده، المملكه المتحده، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، كندا.
هو الخطاط الصعيدية شنية؟ الخطاط الصعيدية انه ما عاش نسلفك فلوس يا دولة تونسية. ولا هذا هو الاشكال الكبير، وهذا لازم يعرفوا الشعب التونسي زادا، ولازم يكون واعي بيه. راهو كي نفرحوا لحل المجلس الأعلى يعني الانفراد رئيس الجمهورية بجميع السلطات وخاصة بالسلطة القضائية، راهو بعد باش ناكلوا صوابعنا. سيد الرئيس، فما نقطة نحب تعاود تفسرها لنا أكثر للناس اللي يسمعوا فينا. المجلس الأعلى القضاء ما عنده حتى علاقة بمسارات القضايا، مهما يكون نوع يعني الأقضية اللي مطروحة قدامها القضية الفلانية. معناتها المجلس الأعلى القضاء، صلح لي كاني غلطة، المجلس الأعلى القضاء لا ينظر في قضايا فساد، لا مثلا أو قضايا إرهاب أو قضايا قتل أو قضايا من نوع ذا، وما عنده حتى تأثير على مدة التقاضي، لا باش يطولها لا باش يقصرها. لحد الآن هذا كله صحيح. المجلس أعلى قضاء خدمته في المسار المهني متاع القضاة أكهو، هذا كله متفاهمين فيه. جست باش نوضح نقطة، هو بخصوص المسار المهني، راهو المجلس الأعلى للقضاء يقوم بتقييم الأداء متاع القاضي، يعني تجي تقارير من رئيس الدائرة، من رئيس المحكمة، ما وبعد في الحركة القضائية، نحكي على القضاء العدلي فقط، يعني هذا ما يمش منيش في الحركة القضائية، يتم الاعتماد على التقارير هذه بخصوص الإسناد متاع الخطط الوظيفية. مثلا كان ثم أداء متاع القاضي، ثم تأخير في القضايا، دونك ينجم المجلس الأعلى ما يرقيهش ولا ما ينقلوش، فهمت يعني؟ أما هو باش تقولي المسؤول المباشر عن يعني على التأخير في الفصل، موش المجلس الأعلى القضاء، كما قلت القاضي نفسه هو المسؤول، ورئيس الدائرة مسؤول، ورئيس المحكمة مسؤول، وهذوما يعني في الحالات هذية يلزمهم يتحاسبوا أمام هذا المجلس. أنا اللي يتخذ فيهم ما قلتش ما يتحاسبوا، خاطر ينجم يكون سبب التأخير غير متعمد، مش ما نمشيش المنحة التأديب. معناتها المجلس المجلس هو اللي سائلهم على أسباب هذه هذا التأخير. لا يسائلهم المجلس، هو قلت لك كي عنده حركة قضائية وقتها ينظر شكون القاضي القاضي يخدم. نورمالمون ما نمشيو بالكفاءة احنا، ونمشيو بالنزاهة والحياد وكسيتيرا، وهذم هما المعايير متاع الحركة القضائية في القضاء العدلي. كي نمشيو بهذوما الكل، يعني ما نجموش نرقيو مثلا قاضي كركر، ما تسمح في الكلمة. بالنسبة للقضاء الإداري الأمر يختلف، احنا الترقية متاعنا أوتوماتيك، كل واحد يستنى التور متاعه بالأقدمية، اللي يجيب لي باش يطلع البوست هذاك يطلع البوست هذاك، يعني ما عنيش اشكال في التقييم. خاطر بالنسبه لينا القاضي كي وقت اللي استسمى قاضي، يعني معيار الكفاءه مفترض فيه، فهمت؟ صف حالات معينه، يعني كما قلت دونك احنا ما نمشيوش بالمعايير هذيا اللي ساعات تولي فيها شويه محابات، دونك نمشيو معيار موضوعي على الاخر اللي هو الاقدميه، على عكس القضاء العدلي اللي يمشي بمعايير أخرى. أنا في نفس إطار الموضوع اللي حلو مروان، نحب نطرح تساؤل مباشر، وأعذرني حتى كاني معناه سؤال ساذج لكن مهم لأنه يطرح. أنا كقاضي، شكون اللي يقرر شنية القضايا اللي نبت فيها من 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 عدمها؟ بمعنى الملف الفلاني أو القضية الفلاني، شكون اللي يبت في كونه القاضي مروان وإلا وليد وإلا أنيس وإلا زيد ولا عمر هو اللي يبت في القضية هذه؟ هو ساعة كي يجي ستوك متاع قضايا ثم أفكتاسيون، تصير أفكتاسيون. شكون يعملها هالأفكتاسيون؟ يعملها نورمال مو رئيس المحكمة. تصير أفكتاسيون للقضايا حسب الدوائر، وبعد حسب كل قاضي، يعني هنا فما إمكانية للتدخل من المجلس الأعلى للقضاء في النقطة هذه ولا لا؟ لا، هذه كما قلت ما تجيش المجلس، هاي القضايا ما تجيش للمجلس، هاي القضايا تجي للمحكمة. نحب نفسر النقطة هذه بالضبط، بمعنى نعطيك مثال، كي نقولوا قضية الشهيد شكري بالعيد وإلا الشهيد محمد المباركي وإلا غيره، شكون اللي يحدد مدى كون القضية هذه تتعطى للقاضي الفلاني وإلا للقاضي الآخر؟ هو رئيس المحكمة كما قلت، عنده سلطة تقديرية
ينجم بالنومر معناتها يعطي بالآلية معناتها بالقرعة لي مش قرعة افكتاسيون آلية يعني حسب الأعداد فهمت وإلا يعطي مش آلية يعني يعطي الدائرة هذيك والدائرة هذيك حسب ستوك اللي عندها هو حسب اجتهاده هو كرئيس محكمة فوالا حسب اجتهاده من غير أي تدخل للمجلس الأعلى للقضاء نعاود ونأكد ما عندوش دخل في حكاية الافكتاسيون تاع القضاء هذي لكن لما المجلس الأعلى للقضاء يولي لا قدر الله تحت السلطة التنفيذية يوليوا هاك النقل اللي نحكيوا عليهم وهاك يعني الترقيات اللي نحكيوا عليهم تولي يعني طريقة لمكافأة أو معاقبة القاضي اللي معانا ولا اللي مش معانا هذا الخطر الكبير في نالمو اي فوالا يعني الخطر الكبير انه باش يتم ما نعرفش باش يتم انتخاب واحنا اصلا باش يعني اون فا ديكلاري اللي احنا ضد اصلا هال المجلس المؤقت هذا اللي باش يتم تركيزه واحنا واحدة من ما احنا يعني كاتحات باش نطالبوا انه الزملاء معنا باش نطلبوا من الزملاء عدم المشاركة فيه باه اذا كان هو باش يمشي في التعيين اسكو هو عنده دراية بالقضاة يعرف القضاة يعرف الملفات نتاعهم ولا بالمحابات خاطر القاضي الفلاني يتابعه ولا خاطر القاضي الفلاني عمل تصريح وقال انا معاك دونك انا نحطك ما في بوست معين هذا هو الخطر الكبير سيدة الرئيسة سيدة رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين جزيل الشكر لك على كل هالتوضيحات مروان عاشوري شكرا على كل ما قدمت ونيس الجويني كان معنا في الإخراج تلقاو الفيديو على فيسبوك وعلى يوتيوب مع تقوى المديوني وليد برحومة نحييكم قلكم شهية طيبة تحية لأسامة الحكيري في الأعداد والتنسيق نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت باي باي